احترس بقى من الاشخاص اللي تيجي تبص لهم هو ما يعني انت ما تكونش شايف اللي هو بيعمله، بس فجأة كده تيجي تبص له، يعني انت كده بتبص الناحية دي، جيت تبص للشخص كده لقيته بيعمل النظرة اللي انا هعملها دلوقتي اللي هي دي. اللي هي النظرة فيها ايه؟ تلاقي عينه اضيقت وتحس ان فيها عدائية، تحس ان فيها حقد، تحس ان فيها غيرة. اعمل ايه لو لقيت الشخص اللي قدامي بيعاملني بغيرة، او اكتشفت الحقد جواه، او اكتشفت الكره جواه؟ اعمل ايه؟ اعامله بكره؟ اعامله بقوة؟ لا، اتقل، اعامله بابتسامة. حبيبي انت شكلك متضايق وفي حاجة؟ هيتوتر، هو قفشني وشافني وانا ببص له، هو بيقول لي ليه كده؟ لا 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 انا كويس. لا يا حبيبي، بس اللي افتكرت يعني انت متضايق من حاجه، وفي حد ضايقك هنا ولا حاجه؟ انا عملت حاجه ضايقتك؟ يعرف ان انت ذكي ومفتح، يعرف ان انت متتبع خطواته ونظراته، وان انت قفشته بالمصري كده. ابتسم ابتسامتك. لا والله انا افتكرت في حاجه يا حبيبي، تعالى تعالى ما تزعلش مني. لو عملت لك حاجه غصب عني حقك عليا. تعالى والله انت حلو النهارده ليه كده، انت لابس ملابس رائعه. بقول لك ايه، ما تيجي نروح المشوار الفلاني، بتخرجوا من الحاله اللي فيها غيره وحقد شديد لحاله من النشوه وحاله من الحب، انت اللي بتعملها له، فبالتالي بتاثر على شعوره، فواحده واحده الشخص ده بيخرج من الطاقه السلبيه للطاقه الايجابيه. تمام يا حبيبي، تمام يا حبيبي. بص بقى، النظرة لما انا ببص لك في عينك والشخص يتعمد انه يبص في عينك، وانت عارف ان الشخص ده بيكذب دلوقتي، وعارف انه فعلا مخبي عليك شيء وبيتعمد انه يبص في عينك، اتأكد ان التعمد دوت جزء من عملية الكذب. العلماء اكتشفوا حديثا ان الشخص الكاذب مش شرط ان هو يهرب من عينك، انه يبص في اماكن تانية غير عينك، ده الشخص المتمكن في الكذب بيتلذذ وهو بينظر الى عينيك علشان يكتشف جواك هل انت مصدق الكذب اللي هو بيقوله ولا لا، وده قمة الذكاء. لو لقيت حد متعمد يبص في عينيك عن المعتاد، اعرف ان في حاجة مخبيها هنا، اعرف انه هيكذب عليك في شيء هنا. وصلت؟ طيب، عينك لما تدخل مكان، المكان ده مكان خاص، مكان عام، ايا كان، عينك تتوزع على كل الموجودين، تعمل عملية تأمين لكل الموجودين، كأن عينك كده عدسة الكاميرا في الأفراح، والراجل شايل الكاميرا وعمال يصور كل الناس اللي موجودين في الفرح. كل اللي انت هتعمله ان عينك هتيجي مع كل الناس في عينيهم، عدد كبير قليل، لو كبير بتوزع عينك بشكل عشوائي، تمام كده، بتشوف الموجودين مين اللي قاعد، مين اللي مش عارف بيعمل ايه، ده قاعد عامل ازاي. اعمل تحليل عام للوضع اللي انت موجود فيه. ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك ان الاشخاص دول لما يشوفوك ان انت متابع الجميع، بيعرفوا ان انت مهيمن، وبيعرفوا ان انت واثق من نفسك، فبيحترسوك ان هم يتكلموا معاك بشكل سلبي او يؤثروا عليك بشكل سلبي، لان عارفين ان انت بتركز مع التفاصيل وان انت واثق من نفسك وعينك بتتوزع على كل الموجودين. لكن تخيل كده شخص داخل حاطط راسه في الارض، مش عارف يبص لمين ولا لمين، وما بيعرفش يبص في عيون الناس، الناس على طول هتقول عليه ضعيف الثقة بالنفس، فبالتالي هيتعاملوا معاه كشخص عادي. لكن الشخص الواثق من نفسه عينه بتفضل ثابتة. اوعى تبص لشخص في عينه وانت ما تعرفوش اكتر من 3 ثواني. 3 ثواني اعجاب، 5 ثواني تهديد. 3 ثواني اعجاب، 5 ثواني تهديد. لو عايز تهدد الشخص اللي قدامك وتخليه يشك فيك ويجي لك يقول لك انت بتبص لي كده ليه، تبص له 5 ثواني في عينيه. 3 ثواني لو حد بصها لك او انت بصيتها له، اعرف انه معجب بيك، اعجاب مبدئي بمظهرك، بشكلك، مش عارف بايه، معجب بشخصيتك وما الى ذلك. 3 ثواني النظرة، عد معايا كده جواك وتعلم انك تتعد النظرات جواك. يلا، 1 2 3، 1 2 3. تخيل معايا بقى واحد بيبص لك كده، 1 2 3 4 5. خدت بالك؟ تاني، 1 2 3 4 5. النظرة دي لو انا ما اعرفكش يبقى تهديد، او ان انا سرحان فيك، فتيجي تقول لي هو بيبص لي انا،
ايه يا عم، طب بص لي كده ليه؟ في حاجة يا كابتن تعرفني؟ لو زادت عن 5 ثواني 3 ثواني اعجاب، اقل من كده ده الوضع الطبيعي. اللي هو ازاي؟ اللي هو كده، 1 2 واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين تلاتة، ده اعجاب. 1 2 ده الطبيعي، 1 ده الطبيعي، لكن 1 2 3 ده اعجاب، 1 2 3 4 5 ده تهديد او مراقبة. فاحترس، نظرات عينك انت اللي بتوظفها. حلو كده. طيب سريعا كده هعيد على حلقة لغة العيون اللي فاتت. اعلى اليمين فوق، لما تلاقي الشخص بينظر الى اعلى اليمين فوق، معناها انه بيختلق صورة غير موجودة في الواقع، بيألف يعني. لو قلت له مثلا انت كنت فين امبارح، يبدأ بقى ايه، يألف هو كان فين امبارح، لكن المفروض كان فين امبارح دي حاجة موجودة في الذاكرة. ينظر اعلى اليسار، اعلى اليسار بيجيب حاجة موجودة في الذاكرة، لكن اعلى اليمين بيختلق صورة بصرية غير موجودة في الواقع. تمام. هقول لك حاجة بقى واختم بيها، ولانها مهمة جدا جدا جدا. بص يا سيدي، اللي بيفرك عينه كده معناه ان هو شايف حاجة مش عاجباه. ما دام قفل عينه وفرك عينه بالطريقة ديت، او غمض عينه عن ثانيتين فوق الثانيتين، معناه انه بيغمض عينه، مش عاوز يشوف الخداع ومش عاوز يشوف الحاجة اللي مش عاجباه. فلو لقيت شخص انت بتعرض عليه حاجة، بتقول له ايه رأيك في التيشيرت اللي انا لابسه، ولقيته عمل كده وغمض عينه، اعرف ان التيشيرت ده مش عاجبه، او في شيء في التيشيرت مش عاجبه. فلو انت من ضمن الناس المندوبين او الشغالين في التسويق او البيع، اعرف لما تيجي تعرض منتج معين والشخص يعمل كده، معناها انه مش معجب مبدئيا باللي انت عرضته، او في حاجة في المنتج اللي انت عرضته مش عاجباه. طبق ده في كل جانب من جوانب حياتك. الشخص اغلق عينه معناها انه بيحاول يغلق نفسيته عن الخداع اللي هو شايفه وعن الشيء اللي هو شايفه. واكتر ناس بتعملها هم الاطفال. الاطفال تلاقيها دايما بتفرق في عينيها وقت ما تحاول ان هي تقول انا مش عاجبني، انا مش هاجي في المكان الفلاني، لا انا مش عايز كذا، يبقى بيقفل عينه عن الخداع وعدم موافقة. وصلت؟ لما تدخل مكان وعايز تظهر قوتك وهيبتك، انظر بمستوى طبيعي اللي انا بنظر بيه ده، وعينك قلل عدد رمشاتها وانت بتسلم على الناس. اهلا وسهلا فلان الفلاني، اهلا وسهلا فلانة الفلانية، انا فلان الفلاني كذا كذا. لو رمشت كتير اثناء اللقاء، خلاص انت ثقتك بنفسك بتقل. لكن لما بتسلم على الناس وبتسلم عليهم وبتعرف اساميهم وبتركز معاهم، ونظرة عينك ما بترمش كتير، او رموش عينك ما بترمش كتير، معناها انك الان في تمام الثقة بالنفس. هقول لك بقى في الختام حاجة خطيرة جدا جدا، بتدل ان نظرة عينك لازم تكون في عين الشخص اللي قدامك، علشان تثبت نفسك وعلشان ترهب اللي قدامك، ايا كان قوة وحجم الشخص اللي قدامك، بيهددك، ما بيحترمكش، بيسيء ليك، ايا كان. عينك مهمة جدا جدا انك تركز بيها مع الطرف الاخر. عند الحيوانات مثلا، اي حيوان شرس بيتعامل او غير شرس مع حيوان اخر وبيتحدوا بعض، هتلاقيهم واقفين بالطريقة دي قصاد بعض، بيبص في عينه وتلاقيه يعمل اصوات غريبة، او يطلع مخالبه، او ينفش ريشه، ويبدأ يبص في عين الحيوان اللي قدامه. فالحيوان اللي قدامه بيركز اكتر مع نظرة عين الحيوان التاني، فبيبدأوا يبصوا لبعض في تحدي، ويعملوا أصوات ويقربوا من بعض. كل ما ده يقرب، كل ما ده يقرب، كل ما ده يقرب، كل ما ده يقرب، والعين ثابتة. أول ما حيوان ينزل عينه تحت، التاني بيفترسه. بص ده مع القطط في الشارع، هتلاقي القطة واقفة قصاد القطة التانية وبصة في عينيها. اول ما التانية تنزل عينها، هتلاقي التانية افترستها على طول. هتلاقي الاسد وهو مركز مع الغزالة، الغزالة لما تيجي في عين الاسد، عمر الاسد ما يتحرك والفريسة بصة في عينيه. لما بيكون الاسد واخد وضع استعداد وشايف ان الفريسة التانية بصة في عينيه بتحدي، يخاف، يخاف انه يهجم، ما يعرفش ايه اللي ممكن يحصل. اول ما الفريسة تنزل عينيها، بينقض عليها. تعال بقى عند البني ادمين وعند البشر، اول ما الشخص اللي قدامك يحاول يسيطر عليك، او يهجم عليك، او يعاملك معاملة سيئة وتنزل عينك من عينه، بينقض عليك.
القوة الحقيقية انك عينك تكون في عين الشخص اللي قدامك. انا عندي ممكن اتكلم 3 4 ساعات ومش همل، بس عشان وقت الحلقة ما يطولش نكتفي بهذا القدر من المعلومات. ارجوك انزل من النهاردة طبق، والله والله هتستفيد جدا جدا، انا واثق من حاجة زي ديت. انت قوي، اوعى تخلي حد يأثر عليك بشكل سلبي، انت واثق من نفسك. يلا انزل دلوقتي طبق، وان شاء الله هستناك في الحلقة الجاية. بشكرك شكرا جزيلا، اوعى تنسى لو عجبتك الحلقة تشاركها مع غيرك. شكرا ليك، شكرا جزيلا، سلام من الله وبركة عليك اينما كنت.